السلام عليكم. عرفت ولاية خنشلة في سنوات يعني القليلة الماضية تطور كبير في ميدان إنتاج التفاح بجميع أنواعه، وخاصة في مناطق بعض المناطق الجبلية اللي فيها بعض مستصلحات زراعية عائلية، لكن أمام الكثرة نتاعها يعني التطوير في الاستصلاح نتاع الأراضي وإنتاج التفاح، إذا عرفت مشاكل كبيرة خاصة في توفير المياه نتاع السقي، لأن المنطقة الجبلية وفيه يعني عدة مساحات لإنجاز يعني مسطحات مائية أو حتى يعني سدود صغيرة. في هذا الإطار تقرر يعني إنشاء السد على مستوى واد الأزرق، ما يسمى واد الأزرق. إذن تقرر إنجاز السد إذن لتمويل هذه المستصلحات الزراعية لإنتاج التفاح. إذن وبالموازاة مع هذا كل هذا تم إنجاز السوق إذن جهوية لتسويق منتوج التفاح، يعني سوق خاص بالمنتوج نتاع التفاح هذا في المنطقة، لما لا يعني توزيعه على التراب الوطني، وكذلك فيه إمكانيات للتصدير إذا كان فيه تنظيم للسوق هذه وتطويرها، فالتصدير مفتوح، يعني السوق تاع التفاح مفتوحة، يعني في إمكانيات كبيرة لتصدير هذه المادة التي تلقى رواجا كبيرا في أوروبا. إذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير نتاع الإذاعة والتلفزيون الجزائرية حول هذا الموضوع تاع زراعة التفاح وإنتاج التفاح في ولاية خنشلة، والسلام عليكم. عربة التفاح بخنشلة عرفت توسعا كبيرا في السنوات الماضية، سيما بسهل ملاق وبوحمامة الأولى في إنتاج هذه الفاكهة بأزيد من 1.5 مليون قنطار سنويا، ويرجع ذلك لإرادة الفلاحين ودعم الدولة لهذه الشعبة. لكن التغيرات المناخية الأخيرة أثرت سلبا على الإنتاج، وهو ما عجل بتسجيل مشروع سد بسعته 2.5 مليون متر مكعب بواد الأزرق. المشروع هذا نتاع الدولة رانا فرحنا له بزاف خلاص، وإحنا منطقة رانا نعانيو من الجفاف، ماذا بينا يزربوا لنا في الأشغال تاع البراج هذا، الغلة نتاعنا رايح تروح. نخسر ولا نعاونن ونتروح حتى الجنان نمشي أنا نروح الناط، الفراجات قرن، الأمور تسمى ولا أنت الرنتان غلا تسمى المشروع الفراج هدي الصوماليار السن تسمى ما نتقوامش نخدم. رانا في منطقة جبلية مصالح الغابات حصاو 90 موقع اللي يصلح يديروا فيهم ديروا توني حواجز مائيه ولا دي براج. نيدي فلاحنا بوهمامه سي مدينه كرت هذا الخمس هذا الخمس النغ وشني العوامه شني تاعنا سي الجفاف، ونشكر رئيس الجمهوريه غنيوشين البراج واد الزرق. تعزيز القدرات المائيه والحفاظ على المياه الجوفيه من اهداف مشروع سد واد الزرق الذي ينتظر الفلاحون بداية الأشغال به للاستفادة من مياهه في سقي محاصيلهم الفلاحية سيما التفاح الذي يعد موردا للكثير من العائلات بالمنطقة. استفاد قطاع الموارد المائية لولاية خنشلة من عملية إنجاز سد بواد الأزرق بمبلغ مالي مقدر بـ 4 مليار دينار، والعملية الآن في مرحلة طلب العروض. الانطلاقة الفعلية للمشروع ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة. قطاع الفلاحة بولاية خنشلة أولت له الدولة أهمية كبيرة بتسجيلها لعدة مشاريع في إطار البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية، وفي مقدمتها مشروع سد واد الأزرق ببوحمامة، باعتبار الموارد المائية أساس تطوير مختلف الشعب الفلاحية. القدرات المائية والحفاظ على المياه الجوفية من أهداف مشروع سد واد الأزرق الذي ينتظر الفلاحون بداية الأشغال به للاستفادة من مياهه في سقي محاصيلهم الفلاحية سيما التفاح الذي يعد موردا للكثير من العائلات بالمنطقة.